لازلنا معاكم في التعليم، واخر حاجه او اللي قبل الاخيره كده في عجاله. اتكلمنا كتير عن المحاكاه ومحاكاه المناهج ومسرحه المناهج، وان احنا نعمل شيء مغاير. بالفعل لدينا مبدعين، لدينا ناس يمكن لو اديناهم الفرصه مع بعض الامكانيات البسيطه يمكن ان يحدثوا نقله نوعيه في التعليم. تعالوا نشوف التقرير ده عن مدرس تاريخ عمل هذه المحاكاة، ونرجع تاني لحضراتكم. بوش أحمر وشارب أبيض وعصا، هكذا وقف وقفة سعد زغلول أمام طلاب مدرسة ناصر بمحافظة أسيوط، يقص لهم تاريخ حياته ونشأته وكيف قاد ثورة 1919 وأهم المناصب التي تقلدها، حياته السياسية بكواليسها. لم يكن ما ذكرناه سابقاً بأضحوكة أو نكتة، وإنما هو واقع ملموس لمدرس أحب التاريخ فأبدع وابتكر طريقة جديدة لتدريس وإيصال المعلومة وترسيخها في أذهان طلاب المدرسة على طريقة التمثيل والتجسيد لشخصيات التاريخ. هكذا كان خطى الأستاذ خالد هاشم بهدف خروج الطالب من قالب حفظ المواد الأدبية إلى فهمها. والله وجبت التحية لخالد هاشم مع حفظ الألقاب طبعا يا أستاذ خالد، مدرس التاريخ بمحافظة أسيوط. ويمكن يعني لما عمل محاكاة لسعد زغلول، أنا عايز أقول لكم أن سعد زغلول قائد ثورة 19، هذه الثورة الملهمة، هذه الثورة الشعبية، هذه الثورة التي يعني نقلت مصر نقلة نوعية إلى العصور الدستورية. ثورة 19 كان نتاجها ده يعني الشيء بالشيء يذكر يعني، وانا دلوقتي هيكون معايا مدرس التاريخ وانا لا يفتى ومالك في المدينه طبعا، ولكن خليني اجتهد شويه. كان من ضمن انجازات هذه الثوره او من ضمن مكتسبات هذه الثوره كان دستور 23. هذا الدستور الذي نص وللمره الاولى على الزاميه التعليم، يعني التعليم الالزامي ذكر في دستور 1923. وبناء حياة حزبية وبناء حياة ديمقراطية كان يعني هذا أو هذه هي فلسفة دستور 23. وبسبب دستور 23 ده اللي هو كان من أحد إنجازات ثورة ومكتسبات ثورة 19، طلع لنا عباقرة من خلال التعليم الإلزامي اللي نص عليه دستور 23، منهم سميرة موسى اللي اتكلمنا عنها كتير وغيرها وغيرها وغيرها. معايا دلوقتي مدرس التاريخ الذي عمل هذه المحاكاة، خلينا كده نسمع صوته لأول مرة. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير أستاذ هاني، إزي حضرتك؟ يا أهلا بيك وبحييك طبعا على هذه المحاكاة وهذه الطريقة يعني، ودائما كنا نتحدث عن مسرحة المناهج انت قمت بيها بشكل شخصي وبشكل فردي، فانا بحييك مرة تانية. بس خليني اقول لك بقى، يا ترى يعني هل دي اولى ابداعات خالد هاشم مع حفظ الالقاب طبعا يا استاذ خالد، ام يعني هناك رصيد من الابداع سابق وقادم؟ مبدئيا انا بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك وبحيي القناة على التجديد اللي فيها ده، بصراحة جميل جدا. الفكرة نفسها بتاعت التجسيد كانت من العام الماضي. كانت يعني حاجة بسيطة جدا كده في الفصل، داخل الفصل بمدرسة ناصر الثانوية بأسيوط. بس للأسف ما كانش فيه الدعم المادي اللي احنا نقدر نقف عليه. قبل بس التجسيد كان فيه فكرة عملتها الحمد لله الحمد لله، ولقت إعجاب إدارة المدرسة والقيادات، وده الحمد لله حصل السنة دي، برنامج عملته وزارة التربية والتعليم، برنامج اسمه برنامج كهوت، يمكن حضرتك متابع المنظومه الجديده والسيد الوزير. انا عملت فكره من حوالي 3 سنين في المدرسه، مدرسه ناصر. قسمت الطلبه الى مجموعات ورحت معلم كل مجموعه برمز معين وبلون معين، ووزعت عليهم كميه اسئله، وبدات اعمل زي نظام مسابقات من خلال السبوره. إجابة معينة أكتب لهم السؤال وإجابة معينة يرفعوا لون معين على الإجابة، وصورت ده فيديو وتعرضته على مدير المدرسة، وجم قيادة تانية الأستاذ عمرو كامل جه حضر معايا والأستاذ باهر جه حضر معايا، والحمد لله لقت إعجاب كبير جدا يعني، يمكن من 3 سنين الفكرة دي. بعد كده موضوع التجسيد الحمد لله كانت بداية الفكرة برضو السنة العام الماضي زي ما قلت لحضرتك. الهدف الأساسي من التجسيد وصول الطلبة إلى درجة كبيرة جدا من الفهم، لأن أنا كنت
ملاحظ ان كل المواد الادبيه الطلبه حاطه في دماغها ان دي مواد قائمه على الحفظ. الحفظ للاسف للاسف. وفي وفي جزء كبير جدا زي ما السيد الوزير نادى بيه ان الامتحانات من العام العام الماضي قائمه على الفهم والمنظومه طيب. الجديده والمنظومه الجديده نفسها، واحنا نفسنا نروح ل ل ل لمنطقه الفهم اكتر من الحفظ. طبعا طبعا طبعا. فيمكن الحمد لله ده ظهر من خلال التجسيد. انا قمت بالحمد لله بثلاث شخصيات لغايه دلوقتي في المدرسه. قمت بتجسيد محمد علي باشا، وقمت بتجسيد احمد باشا عرابي، وقمت بتجسيد شخصيه سعد باشا زغلول. انت اخترت ثلاث شخصيات اثرت في تاريخ مصر الحديث. الحمد لله الحمد لله. يعني لا اثرها الذي لا زال ساريا، سواء كان احمد عرابي، سواء كان محمد علي رائد النهضه الحديثه، سواء طبعا كان طبعا سعد زغلول قائد ثوره 19 والتي كان من مكتسباتها الدستور 23. وانا اتكلمت يمكن قبل ما تدخل، ما اعرفش سمعتني ولا لا. وطبعا لا يفتى وخالد هاشم في المدينه في التاريخ يعني. ربنا يبارك فيك. عايز اسالك يا استاذ خالد، يعني طربوش واكيد محمد علي برضو الزي بتاعه مكلف وكده، انت يعني انت مين اللي بيتحمل معاك المصروفات دي؟ والله دي جهود ذاتيه، بس يمكن انا كان يهمني الدعم النفسي اكتر، المعنوي. انبسطت انبسطت جدا انبسطت جدا بدور الاستاذ حسن مصطفى مدير المدرسه. كان مبسوط جدا بالفكره، وهو اللي دعمني بصراحه. طب يعني كان مبسوط بس كده الاستاذ حسن ولا عمل لك تكريم؟ بصراحه لسه ما عملش تكريم. يا استاذ حسن يا استاذ حسن، بعد اذنك نكرم خالد هاشم بعد اذنك. وبرضو انتوا اداره ايه يا استاذ خالد؟ انا مدرس تاريخ بمدرسه مصر الثانويه. اداره ايه؟ اداره اسيوط. اداره اسيوط. السيد مدير عام اداره اسيوط الاستاذ محمود معوض. يا استاذ محمود معوض، تحيه طيبه، وبعد نرجو تكريم خالد هاشم. ربنا يبارك. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام. المبدع خالد هاشم، مش هقول حاجه ثانيه لان هذا هو اللقب التي تستحقه. بشكرك واحنا على تواصل معاك وفي انتظار تكريمك، ويكاد يكون اول تكريم ليك من برنامج الطريق الثالث. احنا بنكرمك وبنشد على ازرك وبنقول لك شكرا استاذ خالد هاشم. شكرا ليك، كنت معنا عبر الهاتف، وربنا كتر من امثالك.